أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة جاءت فيما يتعلق بما نشر في وسائل الإعلام من أنه قام بعض الجنود بإهانة المصحف وإلقائه في المراحيض، وتسأل ما هو واجب المسلم في ذلك؟ هل يجوز له الدعاء عليهم في هذا الفعل؟ وكيف ينكر وكيف يحترم قرآنه بمثل هذا؟ نعم، الواجب إنكار هذا العمل، ويجب على المسلمين ولاة الأمور والعلماء وجميع المسلمين أن يستنكروا هذا بما يستطيعون، بما يستطيعون، ولا يجوز السكوت عنه. نعم، ربما يكون هذا إن شاء الله سبب لنكبتهم، إذا صح هذا فإن أجلهم قريب بإذن الله. نعم.